السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته ومديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله عليه وسلم. أحبابنا مشاهدي قناة اعرف دينك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير. واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. أنا دخلت في الموضوع على طول. تعرفين يا جماعة، فعلا من علامات الساعة انك تلاقي ناس محطوطة في مكانها ده مش مكانها، لان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو احد القواعد الهامة التي لا تصلح حياة البشر بدونها. ولذلك الفترات العصيبة التي مرت بها الامة كان يتولى امرها اناس غير اكفاء، والفترات المهمة في حياة الامة كان يتولى امرها اناس اكفاء من اصحاب الصلاح والتقى، وكانت فترات مضيئة في تاريخ الأمة الإسلامية. وأكبر مقتل يقتل النظام الاجتماعي لأي أمة إنك تولي الرجل غير المناسب في المكان الذي لا يصلح له، هو كده. ولذلك يا جماعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى من لا يستحقه. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، إذ جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. الناس بقى قالت إيه؟ قال له، بقى الرجل بيسأل النبي والنبي مردش، وقعد يكمل الحديث بتاعه. قال له: يمكن النبي ما سمعش. واحد تاني يقول: طب ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بس كره ما يقول صلى الله عليه وسلم. فقال بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، بص كده وقال: اين السائل عن الساعة؟ قال: يا انا ذا يا رسول الله. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب السؤال ده ازاي. يعني مين اللي بيسأل عن الساعة؟ يعني ممكن يقول له: بقى خلي بالك بقى لما الدجال يظهر، وخلي بالك لما النقط يطلع، وخلي بالك لما مش عارف ايه اللي يجرى ومش عارف الكلام ده. ابدا ابدا. امال ايه؟ متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال له: وكيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال: اذا وسد الامر الى غير اهلي فانتظر الساعة. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. خد بقى الحديث اللي جاي ده كمان، الذي رواه الطحاوي في مشكل الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. تلاقي اللي ماسك المنصب أبوه وأمه كذا. يعني إيه أبوه وأمه كذا؟ أنت تشتم؟ لا مش بشتم، بس النبي قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. الرك على الأصل، الرك على البيئة، الرك على التربية. فلما يطلع هو ما ترباش ويمسك منصب هيسرق ويرتشي ويبوظ البلد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. رجل مؤمن ومحترم طالع من أب وأم كويسين محترمين كريمين، تمام. وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. هو ده الحال اللي احنا شايفينه في زماننا أيها الأحباب. يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. وصل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبقى ما حد يسألك يقول لك: متى الساعة؟ تقول له ايه؟ تقول له: اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. وما اضاعتها او كيف اضاعتها؟ اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى
مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.